من الاثنين الجمعة من 7 للـ10 متاع الصباح. أهلا وسهلا، مرحبا، تحية لكم من جديد، شكرا على حسن المتابعة. صباح الفل سيد محمد، شحوالك؟ صباح الخير، إن شاء الله تكون في صحة جيدة أنت والناس والمستقبل حسن نصر الله. سيد محمد، سيد محمد بو غلاب، أبو غلاب. يلا خلينا نتعداو لترانس توت سويت. ترانس ترانس حفلة توا صفحة تاع رئاسة الجمهورية، ما شاء الله نغيبوا نغيبوا ونعطيوا برشا نشاطات اللي ما نخلطوش حتى البارح في الليل، اللي نقول اليوم الصباح بكري كالعادة باش نتابعوا الاكتواليتي اللي جينا من صفحة رئاسة الجمهورية. انت ما تحبش تقتدي معناها بسيادته، ترقد مؤخر وتقوم مؤخر، نحكي على الصفحة طبعا. أي الصفحة بيان سور. فما أهم موضوع اللي تحكيه تقريبا من أهم المواضيع ونهم جدا اللي تقال هي في علاقة بالقضاء، وأن القضاء الشريف والقضاء لازم يقوم بدوره، والقضاء اللي هوش قاعد يقوم بدوره، قضاة الشرفاء، قضاة الشرفاء، النزهاء وغيره. لا شرفاء، شرفاء. أي. وهي حمالة يعني شحنة سلبية في تاريخنا، لأنه هذه في ذاكرة التوانسة واللي يحب يتذكر مربوطة بالمحنة الحد عام التونسي للشغل منتصف الثمانينات. النقابين الشرفاء، الشرفاء هم اللي نصبتهم يعني حكومة محمد المزالي تو الله يرحمهم الكل، اللي تفكت مقرات الاتحاد وتم تنصيب الشرفاء فيهم. وينهم الشرفاء هذا؟ أنا قعد العاري لحقهم، هذا هو الشرفاء بالمعنى هذا. هذا يعني افهم المعنى العكسي، هو راه مش ديما كيتقال كلام تفهمه بالمعنى المباشر. وأنا هذا بالتجربة، وبعد 3 سنين من التجربة مع رئيس الجمهورية، مش بالضرورة الكلام اللي يقوله هو يقصده هو يعني في المعنى المباشر، نجم تفهم معناه المعنى العكسي. يتآمر على أمن الدولة ويحضر الاغتيال ويقولك جيبوا غدوة الصباح، تابعنا الإجراءات حتى المنتصف الليل وغيره، وحوش وكواسر والارتماء في أحضان الخارج. هذه تقريبا السردية اللي تعاودت في أكثر من فيديو البارح. معنا سي مراد المسعودي، القاضي المعزول، رئيس جمعية القضاة الشبان. مش الشرفاء هذا، ما نعرفش عاد. لا مدام معزول القاضي الفاضل، صباح الفل، مرحبا سيد مراد، مرحبا بك. صباح الخير سي أمين، صباح الخير سي محمد، صباح الخير، صباح الصباحين، شكرا على التواصل. ماكش من القضاة اللي يحكي عليهم رئيس الجمهورية؟ والله يبدو أني مش من القضاة هذوك، والدليل على ذلك أنه معناها حتى كيف تم عزلي مع بقية القضاة، لا عندي لا قضايا، لا عندي لا تتبعات تأديبية، لا حتى شكايات كيدية، حتى اتهامات ما فماش، فهمني ولا؟ فقط تم عزلي لأني معناها كرأي الجمعية معناها كنت نصدر في بيانات ضد التوجهات اللي عمل فيها، وكنت قبل نحذر إلى أنه يحب يضع اليد على القضاء لتصفية معارضيه، وباش يقوم بالمعناها يعني السيطرة على الجمعيات وحلها والأحزاب وكذا. في الوقت ذاك وقتها كانوا أغلبية حتى المنشطين نحذر معهم يضحكوا يقولي زعم هذايا باش يعملوا رئيس الجمهورية، ما نصوروش. خلينا نذكروا باش قلت، شنو اللي نبهت له سي مراد؟ نبهنا اللي صاير هذايا كل كان ترجع البيانات جمعية القضاة الشبان من عام من نوفمبر 2021، واحنا قلنا الرئيس الجمهورية يحب يحل المجلس على القضاء باش يحول القضاء معناها الى جهاز تابع للسلطة التنفيذية ويصفي به المعارضين نتاعو. واليوم في اللي قاعد صاير اليوم وقت اللي نسمعوا له ديسكور البارح رئيس الجمهورية يقول لك التاريخ اثبت التاريخ قبل ان تثبت المحاكم انهم مجرمون، ويحكيوا على الايقافات الأخيرة. هو راهو خير بالنسبة للكلام هذايا، راهو الاتهام المباشر للناس بالإجرام، راهو حتى قاضي لا يقبع على قوله. القاضي كي يجي حتى متهم مرتكب جريمة قتل وفيد السكينة متاعه، ما يقولوش لك أنت مجرم ولا أنت عمال، هو مجرد متهم ويتمتع بكافة الضمانات الإجرائية والأصلية باش يدافع على روحه. معناها هي مازال التهمة طالما لم يتم الحكم فيها بطريقة بيتة، معناها ما تزرش فيها حكم من محكمة التعقيب. فهي الجمهورية يبدو أنه سيء، معناها حكم مع الناس كل أنه مجرمين، والناس كل معناها فاسدين، وفما ناس تآمر عليه باش تفكله السلطة وهو معناها الضحية. رئيس مفروض موضع الضحية روى زي في الواقع هو روى مرض نفسي، فهمني ولا؟ مفروض معناها الناس كل تعرف خطورة اللي نعانيه فيها احنا تويكة، فهمني ولا؟ معنا شنو معنا مجرمين؟ هذه معقول؟ رئيس إذا تسمح لي، الكلام اللي قاله رئيس الجمهورية
يأثر على القضاة، ينجم يغير يعني يأثر في تعامل القضاة مع الملفات هذه. هو الهدف من الكلام الذائرة والتأثير على القضاة، لأنه كي يخرج رئيس الجمهورية ويقول مجرمين ويكون رئيس الجمهورية هذا يقبل العزل 57 قاضي دون ملفات، وبعد 3 شهور عمل لهم ملفات، راهو القضاة اللي يخدموا الملفات هذوما يتعرضوا لضغط كبير ويتمسك بأي كلمة وبأي إشارة هكاية ممكن تنبأ بوفاق إجرامي ولا ممكن تنبأ بنية إجرامية باش يحاول معناها يخلي الشخص هذاك في حالة إيداع ولا يوقفه وإلا معناها يتعامل معها كمجرم. هذه توجيه للقضاء وتوجيه مباشر معناها عن طريق الأقوال، مش هي الناس الرأي العام. سمحني رئيس، فالانطباع العام مع كل تقديري قضية القضاة المعزولين أو اللي تم إعفائهم ولات كل قضية الفلسطينية مع الفارق يعني في الامتداد الزمني. انا يتفكرون تواني يعني معناها فوجئت وقت اللي امين قال لي راه مش تعدى معنا الرئيس يعني مراد المسعودي، قلت هي والله هو في الاخر واحد يتكلم معنا، رغم اللي تعملت يعني لجنة للدفاع على قضية يعني القضاة يعني اللي تم اعفائهم، ولكن هنا قعدت باش القضية ما تموتش، ولكن الموضوع تنسى. والبارح كي تشوف رئيس الجمهورية يدور في باب الفلة وتسمع يعني الهتافات متاع حطهم في الحبس ما تخافش، كي تشوف الرأي العام عموما حتى في قادة الرأي ما عادش اكتواليتي اليوم يعني القضاة المعزولين، سي صفحة وتطويت ونتعداو اللي بعدهم. انظر بالنسبة للقضية راهي ما تتويتش، واحنا تقريبا كل جمعة عندنا نشاط، كل جمعة معناها مع وضعيتنا معناها نحاولوا باش نظهرها للرأي العام. سي مراد الصوت ما عادش واصل، راه صوتكم كقضاة والقضية ما هيش موجودة اليوم في الرأي العام. العلامة ذاك احنا بالنسبة لنا تويك مثل كنا الجمعة ذي باش نعمل تحرك احتجاجي، لكن أجلناها نظرا للأحداث ذي لأنه باش تقوم بالتغطية على نشاطنا. احنا فما برشا قضاة عاربوا أنه باش نجددوا معناها إضراب الجوع متاعنا. أنا تقريب معناها يوما بعد يوم في الإعلام في كامل المحطات سواء الأجنبية ولا حتى الوطنية، باعتبار أنه فما تضييقات حتى من نطاق الوطني. احنا التويكة لو ما نسميوش معزولين، راه بالنسبة لنا احنا قضاة رجعنا نخدموا على رواحنا، تم منعنا من العمل. انت بدلوا لك الكوبة متاع البيرو ولا ايه؟ هذه مش كل تنفيذ، هذه سمحني انت قضاء يقول لك رغم عندك حتى شيء ارجع، ورئيس الجمهوريه يبعث بوليس يسكر لك البيرو، معناها هذه راه مش كل تنفيذ، وهذا معناها نوجه به اصابع دينا والاتهام لرئيس الجمهوريه وزيره العدل اللي يمارسوا ما اعتبروهم في اعمال اجراميه، لانه التصدي لاحكام القضاء وقراراته راه جريمه تبقى فصل 315 مجلس الجزائيه، وكذلك يعتبر فساد تبقى للقانون تبليغ على الفساد متاع 2017. انت مكش من القضاة، على خطوة القضاة بعد ما تم اعفائهم بعد تحيرت لهم يعملوا لهم ملفات، انت عملوا لك ملفات ولا ما زالوا فركسوا؟ انا ما عندي حتى اتهام الى حد موجه لحد الساعة، اي ما عندي حتى شيء. انا كي وجهوا وقت حبوا يركبوا لي ملف فكاه حطوني شاهد في قضية معناها انت التآمر لقلب هيئة الدولة ما عرشنوه فهمني ولا تبقى الفصل 31، لأن الفصل 31 مجلة إجراءات جزائية معناه ما يوجه لكش كمتهم، وإنما يحطك كيك في تحقيق وقتي معناه على ما يأتي، فماش ما تظهر أدلة جديدة. وتآمر على أمن الدولة زادة، أي مع رئيس جمعية صدر بيانات باسم جمعية معناها قائمة الذات وقانونية ومؤسسة من عام 2015، فاعتبر البيانات نتاعو هذايا كأنه التآمر على أمن الدولة. سي مراد أنا حبيت نسألك على المناخ العام اليوم، اتصالك مع زملائك المباشرين في كيفاش هالمناخ هذا، كيفاش يروا هالمناخ، هل هنالك مناخ تاع رعب تاع خوف تاع يقول لك اختراسي وضرب تاع تجويع؟ حكينا بالضبط لأنه مانيش قاعدين نسمعوا فيهم القضاة اليوم المباشرين. هو ذي مش مناخ متاع عمل متاع قضاة، راهو انا نحمد ربي انه تم عزلي راه بالرسمي ونعيش في راحه معناها وسكينه، لاني انا ما كنتش نجم نخدم في اطار القضاء الوظيفه هذية اللي معناها السلطه التنفيذيه تسير فيه كما تحب. في الواقع رئيس الجمهوريه عن طريق الدستور متاعه
وعن طريق حتى التدخلات نتاعه سلب المواطنين أكبر نعمة جابتها الثورة هي القضاء السلطة القوي اللي من الجمش يتأثر بالضغوطات السياسية، ونحارهم القضاء ذايا اللي هو مكتب وعطاهم معناها قضاء بريمو معناها لا يحسدون عليه وعمره ما صار في حتى نظام. طيب كيفاش يعيشوا القضاة اليوم المعزولين؟ مشاو يخدموا رجعوا؟ نعرفوا انه فما الجدول نتاع المحامين شيخ مشيتوا للمحامات فهم ترسم حد مترسم حد صعبة. عيش وضعية اجتماعية صعبة راه مفروض كي صار في الثمانينات وقتها معناها عز القضاة عام 85 العميد منصور الشفي رسمهم في نفس اليوم في نفس اليوم في نفس اليوم عمادة المحامين تويكا فما بالقانون متاع المحامات مرسوم المحامات مفروض فما دورة في أكتوبر فما دورة في أبريل للترسيم. الدورة متاع أكتوبر تجاوزوها تماما والقضاة مطبين ملفات متاح ويستناو والتويكا ما يخدموش معناها بلا مورد رزق معناها وضعيتهم الاجتماعية والصحية معناها مزرية فهمني معناها قاضي طويكة. أما رئيس زاد فما سامحني فما وجهة نظر أخرى بمجرد أنه القاضي مش يتم ترسيمه في جدول المحاماة يعني تطويت القضية متاعه هو تمسككم أو تمسك الأغلبية منكم بصفاتكم كقضاة أنه أحنا مازلنا قضاة يفرض معناها فما مع الأسف فما تضحية مش تكون الوضعية هذه متاع أنه الآن نقعد من أون أنستانس معناها ما نبشرش مهنة المحاماة حتى لو تم تمكيني من الترسيم لأنه ثم شعور عند الكثير منكم أنه ما زالوا قضاة وما ثم حتى موجب لإعفائهم. إيه بطبيعة الحال احنا متمسكين بصفتنا وأنا شخصيا كان جيت باش نختار باش نكون محامي راه من الأول معناها أنا أساسا ما عملت مشيت في التوجه هذاك في أول بدايات قبل ما نولي قاضي لكن المشكلة أنه فما ضرورات الحياة تعرف الدنيا قديش غالية وتعرف الناس قديش تعاني معناها لو قاضي كيبقى الموت بهذه الكل بصراحة يلزم حل في انتظار أنه يتم إنصافه على الأقل بالقضية الأصلية اللي جاية طويكة في الإلغاء النهائي. رئيس الجمهورية في الواقع يسمى سكر الباب على القضاة وإلى الأبد علاش خاطر كي صدر المرسومة ذيك قال يلزم يصدر حكم باب هما راهو ما يعرفوش الناس التقاضي الجزائي التقاضي الجزائي راهو النيابة العمومية نجم تطول لعشرات السنوات تبدا قضيه فارغه ما فيهاش حتى دليل ادانه ومبنيه على الشك ومبنيه على معناها على الكيس ورغم ذلك النيابه العموميه نجم تستنف معناها قرار قاضي التحقيق وتستنف قرار دايره الاتهام وتمشي للتعقيب ودي ترجعها للسنه وفي كل خطوه اقل شيء فما 6 شهور اي القضايا راه على الاقل شيء سنوات فهمني اليوم شو باش تعمل ومش تمشيوا في القضية شنو التطورات تفضل احنا بالنسبة لنا راه باش نواصلوا معناها الدفاع عن حقوقنا البلاد هذه راهي نتاعنا واحنا معناها رانا ما ارتكبناش جرائم وهذا كله راه مجرد تلفيق وكذب من رئيس الجمهورية وكذلك وزيرة العدل هذا ظاهر لانه الانسان اللي يخرج يقول لك قاضي زاني ومن بعد هي عنده حكم ابتدائي معناها بعدم سماع الدعوة ويتأيد استئنافيا ما نجموش نصفو إلا هكاي فهمني ولا كذلك الاتهامات الموجهة للقضاة رأي كلها معناها كيدية وكلها مثيرة للضحك فهمني ولا بشكل معناها بشكل استفزازي وحتى معناها المنظمات الدولية كي جات واتصلت بينا معناها عاينت الشيء ذي وصدرت بلاغات معناها تصور انت المقرر نتاع حقوق معناها خلال القضاء والمحامين عاده التقرير نتاعه صفحه وعمل تقريبا 18 صفحه في الحاله نتاع تونس واعتبرها حاله فريده من نوعها. واضح خلينا باش نكمل ندافعوا على حقوقنا هذه بلادنا ولازم نرجعوا نخدموا واي شخص اجرم في حق القضاة لازم يتعاقب. عندكم زوز قضاة ونكمل معاك سي مراد عندكم زوز قضاة اليوم زاد اشرنا من البارح رئيس الجمهورية الطيب راشد والبشير العكرمي شنو تعليقك بالضبط على الحالة اليوم وموجودين رهن في رهن الإيقاف تفضل. أول حاجة بالنسبة لسي بشير العكرمي أنا سمعت على الأقل من خلال تصريحات المحامي بتاعه أنه تم إيقافه على خلفية وقت تغييره للفرقة أمنية كانت اعتدت على عديد يعني المتهمين في قضية بارد والإرهابية تخيل الفرقة هذه معناها تعتبر معناها كأنه هو كأنه متآمر مع الإرهابيين ومعناها فما من الجرجاني مشيت للعوينة خليه اي القاضي تاعو يعتبر يعني منافي للإجراءات لأنه القاضي يتمتع بالحسانة معناها المفروض توجه له اتهام جديد تمشي تقدم مطلب يرفع الحسانة لا
لكن بالرغم من ذلك هزوا من داره وتم اختطافه، لأنه وقتها كان وحده في الدار، حل الباب فتشوا له داره وحطوه في الكهرباء ومشيوا هزوه. وطويكة في بالي أنا عامل إضراب جوع ويرفض الكلام. معناها تصور أنت يعني في النظام متاعنا ولا يعاولوا باش يشدوا شخص يوقفوه على أساس اعترافاته على أساس كلامه، هاو ما عادش يتكلم. المتهم عنده الحق في الصمت. أنا في بالي سي بشير العكرمي معناها ما يحبش يتكلم وفي نفس الوقت عامل إضراب جوع. وبالنسبة للسي طيب راشد معناها عنده قضية في القطب المالي، شنو اللي يخليك معناها تجي نهار حد وتصير القضية هذيك اللي هو فيها بحال صراحة ما عنده مدة طويلة، فهمتني؟ يعني ظاهرة حملة فقط لتخويف المواطنين والقضية أين ذوما. كل ما تجي حاجة معناها يسبقوهم، لأنه معناها اشتهروا في الإعلام، كي صار في العفقات حطوهم في رأس القائمة، كي تصير أي مشكلة ديما طيب راشد وبشير العكرمي طيب راشد، هما بالنسبة لي يعتبروا أبرياء إلى أن تثبت إدانة أي واحد. واضح، شكرا لك، بارك الله فيك سي مراد المسعودي رئيس جمعية القضاة الشبان. القاضي المعزول اللي مازال اليوم ما عنده حتى تهمة موجهة لي وحتى قضية موجهة لي حسب ما أصرح به. سنواصل كل الأخبار بعد الفاصل.